رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم في آخر جزء يا جماعة، أو آخر محاضرة عندنا، أو آخر حلقة من حلقات أقسام المد اللازم أو أحكام المد اللازم. كنا أخذنا يا جماعة المرة اللي فاتت أو في الفيديو السابق إن أحكام المد اللازم يا جماعة أو أقسام المد اللازم عندي تنقسم إلى 4 أقسام. قلنا يا جماعة كلمي وحرفي، والكلمي والحرفي كل منهما ليه نوعين، مثقل ومخفف. ففي كلمي مثقل، كلمي مخفف، حرفي مثقل، حرفي مخفف. ده اللي احنا هنشرحه بإذن الله تعالى النهاردة، وهنشرح امتى يكون مخفف وامتى يكون مثقل. وبكده يبقى نهينا بإذن الله أحكام المد، ولكن بشكل مبسط بدون تفصيل، لأن في تفصيل أكتر من كده زي ما احنا قلنا احنا مش هنخش فيه عشان ما نلخبطش الناس. بس بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ النهاردة يا جماعة بأبيات الناظم كالعادة. يقول الناظم رحمه الله في تحفة الأطفال: كلاهما، وقصده هنا يا جماعة بكلاهما قصده على المد الكلمي والحرفي. طبعا احنا بنكمل من أول ما وقفنا، فهنا بيقول: كلاهما مثقل إن أدغم، مخفف كل إذا لم يدغم، واللازم الحرفي أول السور، وجوده وفي ثمانين حصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح ال14، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. ده يا جماعة بالنسبة للأبيات اللي في نهاية نظم تحفة الأطفال بتتكلم عن أقسام المد اللازم. طب نبدأ بسم الله كده واحدة واحدة. معنى البيت الأولاني، وهي أبيات سهلة جدا في الشرح، وهناخد الأمثلة بعد كده. بيقول أن كلاهما، يعني المد الكلمي والحرفي، كلاهما مثقل إن أدغم. يعني لو الحرف، سواء اللي جاي بعد المد الكلمي في الكلمي أو الحرفي، لو الحرف اللي جاي بعد حرف المد جاي مدغم، يعني ايه مدغم؟ حرفين مثلين في بعض، يعني حرف مشدد، يبقى هنا اسمه يا جماعه مد كلمي كلمي مثقل او حرف مثقل. يبقى تاني، لو يا جماعه المد، حرف المد اللي جاي بعديه مدغم، يعني حرف مشدد اول ساكن والتاني متحرك، اعرف هنا ان المد يسمى مد مثقل، زي ما احنا هندي امثله. اما اذا كان الحرف اللي بعديه مش مشدد، يعني ما فيهوش ادغام، لم يدغم، يبقى اسمه مخفف. يبقى هنا كلاهما مثقل ان ادغم، يعني المد الكلمي والحرفي لو اللي جه وراهم مدغم، يبقى هنا اسمه مثقل. مخفف كل اذا لم يدغم، يعني لو الحرف اللي جاي وراهم مش مدغم، يعني مش حرفين مشددين، او مش حرف مشدد او حرفين مع بعض، اعرف ان كده هيسمى مخفف. وهنشوف الامثله. واللازم الحرفي اول السور، يا جماعه المد الحرفي اللازم موجود في اول السور، اللي هي الحروف المقطعه طبعا كلنا عارفينها، زي مثلا في اوائل سوره مريم، او في اوائل سوره البقره، واوائل سوره العمران، سوره ال عمران، وغيرهم من السور طبعا اللي بتبدا بحروف متقطعه مختلفه. وجوده وفي ثمانين انحصر، يعني المد الحرف اللازم اللي بيجي يا جماعه في اول السور موجود في 8 حروف. اهو بيقول لك وفي ثمانين انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص. كم عسل نقص؟ لو عديت الحروف هتلاقيهم 8 احرف، هم دول اللي فيهم المد الحرف اللازم وموجودين في اول السور. وبعض الناس يقول لك سنقص علمك، هي على فكره نفس الحروف، كم عسل نقص اللي هي سنقص علمك. ولذلك بعض الناس لما بتيجي تشرح تقول لك سنقص علمك، دي الحروف يا جماعه اللي بتمد مد حرف لازم. وعين ذو وجهين والطول اخص، ايه معناها؟ معناها ان العين حرف العين في القراءه له وجهين، التقصير والتطويل، اللي هم 4 حركات و6 حركات، والطول اخص، يعني والطول هو الاشهر، انك تطولها، تمد هنا وتطول المد. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، يعني هنا يا جماعة ما دون الحروف الثلاثية لا ألف، يعني الألف هو كمان لا يمد يا جماعة. الألف لا يمد طبعا عشان تبقوا عارفين، الألف يا جماعة مد طبيعي، يعني لما تيجي مثلا في أول سورة البقرة تقول ألف، ما بتقولش ألف، لا اسمها ألف. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف. فالحروف الباقية يا جماعة اللي هتيجي إن شاء الله هتمد مد طبيعي، هي والألف. ازاي؟ وذاك ايضا في فواتح السور
في لفظ حي طاهر قد انحصر. الحروف دي يا جماعه اللي هنا دي هتمد بقى مد طبيعي، فلما تيجي تقول مثلا يجي حرف الحاء في البدايه، طبعا احنا ما نقولش حاء، نقول حاء، يعني مثلا حاميم مدتها مد طبيعي، ما تقولش حاء، مفيش همزي هنا خلاص يحذف الالف، او مفيش هنا الف او همز يعني. الياء مثلا في كاف هاء كاف هاء يا عين ص ياء كده من غير ياء ما تمدش هنا. وعندك كمان الطاء، الطاء برضو يا جماعه طاسي ميم طاسي طاسي وهكذا، طاء مش طاء. برضو الالف زي ما احنا قلنا، والهاء في قوله تعالى كاف هاء يا عين يا عي صاد، فهنا برضو نفس الكلام في الهاء. والراء يعني مثلا لما تقول ألف لام راء راء أي مد طبيعي. وبذلك يقول لك هو وذاك أيضا في فواتح الصور اللي مد مد طبيعي هو في فواتح الصور في لفظ حي حي طاهر قد انحصر. ويجمع الفواتح الأربع عشر، الفواتح بقى كلها جماعة الأربع عشر اللي هم التمانية اللي بيمدوا لازم والستة اللي بيتمدوا مد طبيعي، قوله ايه بقى؟ سله سحيرا من قطع كذا اشتهر. اهي يا جماعة الكلمة طبعا اللي فيها الحروف دي، سله سحيرا من قطع، ادي الصاد واللام والهاء ادي ثلاث احرف، السين والحاء والياء والراء والالف كده يبقى تمانية، وادي اتنين يبقى عشرة، وادي هنا قاف وطاء وعين وكاف كده يبقى 14. دي فواتح الصور كلها ال 14 زي ما احنا قلنا. 8 منهم يتمدوا يا جماعه في اللازم الحرفي اللي موجودين بكام عسل نقص، اما اللي بيمدوا مد طبيعي موجودين في حي طاهر. دول اللي بيمدوا مد طبيعي اللي هم الحاء والياء والطاء والالف والهاء والراء. ولذلك يقول الناظم في نهايه الابيات ويجمع الفواتح ال 14 صله سحيرا من قطع كذا اشتهر، يعني ده اشتهر عند القراء، اي مشهور عند القراء هذا الجزء او هذه القطعه او هذه الابيات مشهوره جدا في حفظ مقدمات الصور. يبقى مقدمات الصور يا جماعه الحروف اللي موجوده في اول الصور كلهم 14 حرف، 8 تمد مد لازم حرفي او حرفي لازم بمقدار 6 حركات، اما الاخر يمد مد طبيعي بمقدار حركتين زي ما هنشوف. الامثله بقى يا جماعه نرجع تاني، انت قلت كلاهما مخفف ومثقل، يبقى الكلمه مثقل ومخفف. تاني امتى مثقل؟ إذا أدغم الحرف الساكن الواقع بعد المد، يعني الحرف اللي جاي بعد المد جاي مشدد حرفين زي ما احنا قلنا قبل كده، فإذا جاءت الطامة الكبرى اللي جاي بعد الألف اهو ميم مشددة مدغمة هي ميم في ميم، أو فإذا جاءت الصاخة اثنين خاء اهو الأولى ساكنة والثانية مشددة مدغمين هم في بعض، أو زي ما احنا قلنا في قراءة سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا كلمة مثقل لأن اللي جاي بعد حرف المد جاي هنا يا جماعة مشدد، أو زي قول سيدنا إبراهيم أتحاجون في الله وقد هدان كده. يبقى الحرف حرف المد لو اللي جاي وراه مدغم يا جماعه يبقى هنا كلمه مثقل. طب امتى مخفف؟ اذا لم يدغم الحرف الساكن الواقع بعد المد، وده ما جاش غير في مره واحده بس في القران، يعني الكلمه المخفف موجود مره واحده بس في قوله تعالى الان الان الان، هي اصلها الان الان الآن وقد عصيت الآن، هنا ده يبقى اسمه مخفف لأن اللي جاي بعديه يا جماعة مش مشدد مش مدغم اهو. نفس الكلام في الحرفي، يبقى الحرفي بقى أسألك أنت الحرفي يكون مثقل؟ تمام، لو اللي جاي هنا يا جماعة بعديه مدغم يبقى الحرفي المثقل، لو حرف المد جاي وراه يا جماعة اللي جاي بعديه جاي مدغم يبقى هنا حرفي مثقل، أما لو ما كانش مدغم زي ما هنقول في الأمثلة يبقى هنا مخفف. طب مثقل زي مين في الحرفي؟ لما تيجي تقول مثلا في قوله تعالى ألف لام ميم في فواتح سورة البقرة، اللام أنا بتكلم عن اللام، اللام يا جماعة يبقى مدها مد مثقل. ليه بقى؟ بص انت بتقول ايه لام ميم، نهاية حرف اللام في النطق بتاعه ميم، وهتخش بقى كده على الميم يبقى ميم وميم يبقى هنا مدغمتين، فيبقى هنا ده حرفي مثقل تمام كده. فلما اقول لام
ميم. تمام. طب لو عايزه مخفف بقى مثال سريع، الميم نفسها ليه بقى الميم اللي وراها جاي مش مثقل؟ يعني بتقول ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في بداية سورة آل عمران. فالميم هنا يا جماعة هيبقى حرفي، حرفي لازم بس مخفف. ليه؟ لأن اللي وراه مش جاي مدغم. يبقى لو الحرفي اللي المد الحرفي اللازم لو اللي وراه جه مثقل يعني مدغم ادغام حرفين في بعض، يبقى ده هنا حرفي مثقل. لو جه اللي وراه غير مشدد او ما فيهوش ادغام اهو يقول الناظم كلاهما مثقل ان ادغما، لو في وراهم ادغام حرفين في بعض مخفف كل اذا لم يدغما. وده الفرق يا جماعه بين الكلمي المثقل والمخفف والحرفي المثقل والمخفف. وبكده يا جماعه يبقى انتهينا كمان من احكام المد اللازم كلها، ويبقى انتهينا يا جماعه ان شاء الله من متن تحفه الاطفال. يبقى فاضل لنا بس اخر حاجه اللي هي خاتمه المتن باذن الله تعالى في الحلقه القادمه. ننتقل بعد كده ان شاء الله للتلاوه الخاصه باليوم ده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات
الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.